ماذا قال نجم الكروات لوكا مودريتش بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي الأسود المغربية بالتعادل السلبي 0-0؟ لوكا مودريتش بعد المباراة مباشرة في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي الفيفا أكد بأنهم واجهوا منتخب مرعب وخطير، كما أكد لوكا مودريتش بأنه سعيد جدا بالخروج بنقطة التعادل أمام المنتخب المغربي، لأن زي ما لوكا مودريتش شاهد وإحنا شاهدنا والعالم كله شاهد بأن المغرب كان يستحق الفوز وكان أفضل بكل شيء عن المنتخب الكرواتي. أيضا لوكا مودريتش أكد بأنه يتوقع بأن المنتخب المغربي سيصعد إلى دور 16، وأكد لوكا مودريتش أيضا بأنه سيعمل أيضا على الصعود إلى دور 16 مع منتخب بلاده منتخب كرواتيا. مودريتش أكد أيضا بأن أشرف حكيمي ونصير مزراوي وحكيم زياش وكذلك سفيان إمرابط كانوا أفضل لاعبي المنتخب المغربي النهاردة. الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش بعد المباراة تم إعلانه أفضل لاعب في المباراة، وده شهد سخط كبير جدا من الجماهير المغربية اللي كانوا شايفين أن أشرف حكيمي هو الأفضل، وأنا أتفق معهم أن أشرف حكيمي كان أفضل لاعب في المباراة وكان يستحق أخذ طبعا جائزة مان أوف ذا ماتش، ولكن الفيفا يا سادة معاييرها إيه ما تعرفش، معاييرها إيه ما تسألش. في نهاية حديثه مودريتش أكد أن المنتخب المغربي منتخب عظيم ومنتخب كبير، وأظهر ذلك اليوم في اللقاء.